والآن نتحول إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة السادسة. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا محمد، شكرا ريهام، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة برنامج تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمشاركة ممثلي 26 محافظة و13 جامعة حكومية. يأتي إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي في احتفالية المرأة المصرية لعام 2022 واتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. كما تأتي هذه الجائزة لتعزيز خلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز للفئات كافة. بحثت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو سبل التعاون بين الطرفين لدعم المشروعات المرتبطة بمجال عمل المنظمة. وأشادت المنظمة الأممية بالنجاح الذي حققته المبادرة الوطنية في دورتها الأولى، والتي انتهت بعرض حلول مشكلات البيئة وتغير المناخ والمشروعات الفائزة أمام العالم بمؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، وأهمية المبادرة على المستوى الوطني والدولي. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت الأسعار مدعومة بتوقعات قوية بنقص الإمدادات في الأشهر المقبلة واحتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي من شأنه أن يؤدي لاستمرار تراجع الإمدادات. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8% لتصل إلى 81.7 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.9% لتصل إلى 77.7 دولار للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.77% لتصل إلى $2.73 للتر. هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% لتسجل $2.71 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن الوكالة ستراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بناء على توقعات النمو الاقتصادي في الصين وبعض الدول الأخرى. وخلال اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند، جدد بيرول التأكيد على أن وجهة نظر الوكالة تميل إلى توقعات بأن تشهد أسواق النفط شحا في النصف الثاني من هذا العام. At Energy Market Authority for this, the 15th anniversary of the CEO. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده قدمت طلبا رسميا لتكون عضوا مساهما في بنك تجمع بريكس الاقتصادي بمبلغ يقدر بمليار ونصف المليار دولار. وعلى هامش زيارته للصين، أوضح تبون أن الجزائر تعمل على الانضمام إلى مجموعة بريكس لفتح آفاق اقتصادية جديدة لها، مؤكدا رغبة الجزائر في إقامة مشاريع مشتركة مع الصين تشمل مختلف مجالات التعاون. رحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ببدء عملية توطين الصناعة وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، وذلك بعد اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون للصناعة الخضراء. وأكد لومير أن المشروع يمثل ثورة حقيقية للصناعة الخضراء في فرنسا، حيث يسهم في تحقيق طموح استراتيجي وهو جعل فرنسا رائدة في الصناعة الخضراء في أوروبا. بهذا نصل معكم لختام جولتنا الاقتصادية. عودة مرة أخرى لمحمد وريهام لاستكمال ما تبقى من النشرة، إليكما. شكرا ليلى.